كلنا كنقلبوا على الحريه وكنقولوا ان الحاجه اللي بغيت نديرها غادي نديرها بوحدي وبلا ما تبزز عليا، وجينا بالخاطر ديني بحوايجي. ها القرايه عن بعد جاتك بالخاطر وما فرضناش عليك تحضر وتتعذب مع الطوبيسات وتحام عباد الله، والوقت كيضيع عليك وجريه ما تجري والصهد ولا الشتا كطيح عليك، وشحال من مره تلقى راسك تقول يكون عندي الدروس بلا ما نتسوق الاستاذ. ها انت يا اخي الحصص صورناهم ليك وشوفهم من البيت ديالك ومن اي مكان بغيتي، ولا دابا غادي تولي تقول ولا هذه مقرايه ما والو عرفناها، ما كاينش محسن من انك تمشي وتحضر. ولكن راه نهار غادي تمشي وتحضر غادي تلقى معاناه اخرين، يعني اي حاجه داروها ليك ما غاديش تقبلها، سي نورمال نفسنا خايبه. حتى في العلاقات الزوجيه كتلقى واحد كيدير لمراته خاطرها واللي بغاتها كيقول لها واخا مرحبا، كتولي تقول لك باغا واحد يكون قاصح وعنده الكلمه والقرار ما يبقاش يقول ديما اه، والعكس كذلك الا كنتي صارم وجدي كتولي تقول لك بغيت واحد يكون كيجمع ويضحك ماشي معقد بحال هكا. راه حتى على الدراري كنهضر سي باي، دونك الحل الوحيد هو تشوف كيفاش تغلب عليها، ما تبقاش تلعب بيك كل مره، كل وداته كل وشنو مولفها كل وعلاش رباها. كنظن هذه هي الوقيته باش تبقى تتعامل معها بحال شي شخص اجنبي، خدم معها قاصح، اعتبر راسك بروف وهي الطالب والتلميذ، وماشي اي بروف لا، استاذ يكون ما كيتفكش على الفاصله. ايه راه نفسنا كمونيه الا ما تحكاتش وما ضغطتيش عليها غنقدروا نبقاو غير ناعسين وطالقينها. اللهم الزيار يا خويا، اربط تلقى ما تسيد، هكا كنظن باش غادي تربي نفسك وذاتك. ولا قدرتي كاع تبقى تفيق في الصباح ولبس حوايجك فحال راك غادي للمدرسه وجلس تخدم، راه هادي حتى هي عندها واحد العامل، تبقى في بلاصتك ومغطي وباغي تقرا شويه يديك الناس وكان هنا، وزيد عليها حتى نفسيتك ما كتهيئهاش باش تخدم. راه قد ما حاولتي تكون بروفيسيونيل مع نفسك اولا قد ما داركم غادي يوليو يحترموك اكثر ويخليو لك وقتك تخدم، وحتى صحابك كذلك غادي يوليو يقدروك، وما غاديش غير وقت ما بغينا فلان ندورو ليه يجاوب، لا راه دابا تيكون مشغول تيكون خدام ما تيكونش مسالي، وهذا الشيء غادي دير راسك بوحديتك.